هي هوليود الشرق، يعني هذا الشيء مو جديد عليها لأنه من زمان دايما فاتحة إيديها مصر لكل الفنانين العرب. أزياء النجوم تنافس أزياء النجمات في الأناقة على الريد كاربت. أنا برتاح كده يعني، ما عنديش فورماليتي، مش ألبس موضة قد ما ببقى مرتاح. لما يبقى التقييم من الجمهور ومن الدولة يعني الحمد لله قمة السعادة. مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مهرجان كبير وليه تاريخ كبير، وهو عنوان المهرجان زي ما أنت بتقولي فعلا هو تكريم الناس في الوقت المناسب. انتظرونا وحلقة مليئة بالمفاجآت. مبروك علينا مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين. الحمد لله إن أنا عشت وادوني جايزة.